ألاحظ أنه هنالك مجموعات ودعوات لكتاب مرموقين من العالم العربي ومن السودان، مجموعات من ضمنهم رأيت وشهدت كتاب سودانيين أمثال الأستاذ إبراهيم إسحاق، أمثال عالم عباس، وعجبتني جدا قصيدة عالم عباس التي شارك فيها في كورال، وكان يعني نشيدا أو كورالا رائعا. بالنسبة للمشاركين من الدول العربية ويعني متميزين ومعروفين، أستاذ الشاعر والكاتب حسن طلب وواسين الأعرج، ليلى أبو العلا من السودان أيضا ككاتبة جاءت، هذه إشارات طيبة جدا في أن المسابقة تمشي إلى الأمام. أستاذ بشرى، ما هي تمنياتك للمشاركين خصوصا السودانيين منهم في هذه النسخة؟ في الأدب يعني عموما لا تكون هنالك أجناس ولا يكون هنالك أيضا هويات ولا تكون هنالك اتجاهات، لكن طبعا يتمنى المرء أن يفوز السودانيين. نتمنى أنه في جميع الجوائز الثلاثة يعني يفوز السودانيين فيها، نتمنى أن نشهد ذلك. شكرا جزيلا. شكرا لك، لك التحية. شكرا، متواصلين معكم أيها المشاهدين الأكارم.